فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يتعذر علي حصر الزكاة بالدقة لأسباب متعددة من حيث تنوع المكاسب، فأقوم بتقديرها وأعمل حصرا أو زيادة وأعمل زيادة في ذلك من باب الحرص وبراءة للذمة، فهل يجوز فعلي هذا؟ النقود تخرج منها ربع العشر، وأما عروض التجارة والسلع هذه تثمنها بما تساوي عند رأس الحول وتزكيها، ولا يكفي الخرص، ما يكفي الخرص، لابد من الحقيقة. نعم، عندك مثلا مليارات تقول والله ما نبزعدنا حسبا، لكن هالمبلغ يكفي؟ لا، يقول ما يجي هذا، لازم تخرج ربع العشر، قل المال أو كثر، لو كان المال نصاب تجب فيه الزكاة ولا يكفي فيها الخرص. وكذلك إذا زاد لازم من معرفة مقدار الزكاة بالتحديد. نعم، ولا يكفي فيها الخرص والتخمين. نعم.